السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة هشام للطبخ. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة تاع قراتا مع شوية لاصوص شغل، نتبه شوية طاجين جبن نبدلو فيه شوية باش يجينا زاكي وبنين بزاف. إذا بسم الله، أول حاجة نديرو الطبق الأولى. عندنا بطاطا نديروها، إذا نقطعوها دي روندال، هكذايا ونقلوها كامل. دوك البطاطا درناها طيب، نجي ندير فيون داشي تاعي. بسم الله، عندي هنا حبه بصل، ندير نص نطلع بها لاصوص، شويه معدنوس ولا شويه تاع الثوم. بسم الله، هكذا شويه ملح. بسم الله، وشويه فلفل كحل. نخلطو كلش دوكا. بسم الله، سيو نعجنو مليح. دوكا نزيد له حبه واحده تاع بيض. بسم الله، نخلطو دوكا هكذا مع حبه تاع البيض الاولى. نتوما على حساب الكميه تاع فيونداشي تشوفوا شحال ديروا البيض. المهم لازم يجيكم شويه طري، نحي كميه ندير بها لاصوص. نقولوا مثلا هكذا، هذه نطلعها شويه لبولات ندير بها لاصوص، واللي بقات لي الاخرى نخدم بها الكراتا تاعي. دوكا نزيد لها الحبه الثانيه، نخلطها مليح هكذا. نزيد لها غير شويه لا شابلير وراهي واجده باش تتجمع. نضمنوا بلي تجي مجموعه، ما تجيش تلقى روحها. المول تاع كي نقطعوا المول، الا درتوه في مول واحد واجد ولا درتوه في مول تاع كراتان تقطعوه يجيكم حاجه مروحه. دوكا هكذا نحيها من جهه، نخليها حتى توجد لاصوص تاعي ونجي نطيب الكراتان تاعي. اذا دوكا بسم الله نجي نديروا لاصوص تاعنا، شويه زيت ونحطوا شويه لي بولات اللي خدمناهم باش نطلعوا بهم لاصوص تاعنا يطيبوا. هكذا نخليهم يتقلاو بعقلهم. اذا هذا كي تقلاو فيون داشي تاعنا، نجي نزيدوا لها هذيك البصل اللي خليناها شويه. مع شويه تاع حميصه نص طياب. نخلوها تكمل تقلى شويه برك، النار هذه متوسطه. هكذا كي تقلى مليح البصل تاعنا، نجي نزيدو له شويه ملح. تقدروا ديروا مثلا شامبينيون ولا جلبانه زروديه كيما حبيتوا، لاصوص بدلوا فيها نتوما على حساب واش عندكم. شويه فلفل اسود، ونزيدو له هكذا 2 كيسان تاع الماء. نخلوها تكمل طيب، كي توجد قريبه توجد نروح نخدموا الكراتا تاعنا مليح. اذا دوكا باش نجيو نطلعوا لي مول تاعنا تاع كراتان. بسم الله، عندي هنا شويه فرماج ابيض، نزيدو شويه كريمه ماشي بزاف، هكذا شويه برك ونمشيه باش ما كان نديرو بيشاميل ونطولوا فيها باش نرجعوا بك الفرماج تاعنا طري. الا كان الفرماج تاعكم بزاف طري، كاين تاع مثلا تاع الباطا تاع البايطا لو كيجي شويه طري يجي في ساندويتش ما كان نديرو له هكذا، خدموا به ديريكت هكذا برك، بقى شويه حق ما روحها ونجيو نعمروا لي مول تاعنا. اذا شوفوا بسم الله، انا راني حاب نديرهم في ليمول هادوما باش تجي لافورم تاعهم شابه. نديرهم شويه سيروفان باش من بعد نحيهم بكل سهوله. كان نديرهم الزبده ما كليش قولي ريح ندار معاهم. هذا ديريكت سيروفان ندخلوها لداخل، نحو كاع الهواء باش تحكم لافورم شابه كي تخرج. نبداو بالبطاطا، دوك البطاطا نطبعوها مليح هكذا، ونجيبو المول تاعنا نجيو نشطفو فيه البطاطا من تحتها. بسم الله، نجيبو فيهم داشي نديروها من الفوق، نخلو تبقى رقيقة برك من الفوق باش نديرو فيها وسمو لاكريم تاعنا هذيك اللي درناها بالفرماج والكريمة. كنجيو للطبقة الفوقانية كامل. بسم الله، قلتكم هنا تقدروا ديروا بيشاميل نورمال برك، انا شو مانيش حاب ندير بيشاميل وريح نخدم فيها نطول.
ما عنديش الخاطر ندير هكذا ونربيو لها شويه فرماج من الفوق. هذا ما كان نحطو لها برك شويه هادو مع هكذا باش من داك الطيب نجبدوه بها. نكملهم ونوجدهم هكذا كامل نعاودو ليكم. اذا اعزائي المشاهدين هاوليك الطبق تاعنا بسم الله ما شاء الله. هذه هي تحبوا تبدلوها كما حبيتوا، تحبوا تبدلوها طيبوا في مول تاع كراسه تقطعوه كاريات كما حبيتوا، لكل واحد حسب اللي راه كان اللي عنده. دوكا نجيو ندوقوه بسم الله. عندي عضه كبيره يا خويا، شويه لاصوص بسم الله بسم الله. صحتكم.